يعني حقيقة الحمد لله على حكومة الإطار التنسيقي التي جاءت بعد حكومات، ثلاث حكومات حكمها التيار الصدري، وحكومتين جاءت حكمتها قوة تشرين. وشفنا 20 سنة عانينا من ملفات فساد وقضايا كثيرة خلال هذه 20 سنة. جت هسه حكومة الإطار التنسيقي لتنهض من الملفات الفساد والإخفاقات الحكومية للتشرينيين والصدريين. يعني ما أدري أستاذ دراجي وين عايش، بالعراق بغير مكان ما أعرف. لا عايش مش يرجع ساعة التحرير. لا. أنا أقترح ما قاطعتك أستاذ دراجي. أنا أقترح يعني أنا أقترح الأمين بغداد يسوي ساحة النسور يسميها نور سهير والأربعين حرامي، على مود تصير الأمور كلها واضحة ومكشوفة للعالم. لا، احنا اليوم هذا الملف، ملف نور زهير والتعامل بانتقائية مع ملف نور زهير والمتوفي سعد كنبش، اعطى فجوة، خلقت فجوة بين المواطن وبين الحكومة وبين المواطن وبين هيئة النزاهة والقضاء. هذا اللي احنا نعيشه كمواطنين وايضا متابعين للشأن السياسي.